هذه قلعة الوداد. إن كنت ودادي اشترك في القناة وفعل زر الجرس لنستمر إن شاء الله لتقديم الجديد. لاعبان هدافان لتعويض رحيل أيوب الكعبي. يبحث فريق الوداد الرياضي لكرة القدم عن مهاجم أجنبي من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية ليعوض رحيل المهاجم أيوب الكعبي. وكشفت جريدة الأخبار أن الفريق الأحمر وضع اسمين بغية التعاقد مع أحدهما. يتعلق الأمر بكل من محمد لامين وترى هداف الدوري البوركينابي، بالإضافة للاعب أودوا الشابيبيو لاعب فريق أسكراكي البينيني. وينتظر فريق الوداد الرياضي أن يتوصل بالرد النهائي للاعب وترى هذا الأخير الذي طلب مهلة قبل الرد عن الفريق الأحمر، خصوصا أنه تلقى عروض من نادي ميتس الفرنسي وهو ما من شأنه أن يهدد الصفقة للانتقال لفريق الوداد الرياضي. في حين أن الشابي والذي يبلغ من العمر 23 سنة أعطى موافقته المبدئية للتعاقد مع فريق الوداد الرياضي، حيث عرض عليه مبلغ 120 مليون سنتيم من أجل ضمه لصفوف الفريق الأحمر. نهاية الفيديو، شكرا على المشاهدة. في الأخير لا تنسى الانضمام لقناتنا الجديدة للأخبار المغربية دعما منك لي. شكرا جزيلا وإلى اللقاء في فيديو آخر.